حاجات بسيطه وسهله وموجوده في كل بيت، لو عملناها وحطيناها للحمام هتساعد وتخلي ما فيش اي امراض، وكمان هتخلي الحمام يشتغل باستمرار. يعني دايما هتلاقي العشه عندك او الغيه ما فيهاش اي امراض، وكمان هيكون الحمام مصحصح كده وكويس، يعني هيقعد الحمام معاكي عمر كامل، مفيش امراض مفيش موت، وهتلاقي كمية زغاليل كبيرة جدا، وكمان البيض هيكون ملقح، وكمان الحمام مش هيقطع عندك بيض نهائي. الحاجات دي موجودة في كل بيت وبسيطة جدا، لو استخدمتيها بإذن الله بإذن الله هتدعي لها. فقبل ما أبدأ فيديو النهاردة صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على آل سيدنا محمد. فأنا حابة أعطيكم معلومات أنا بستخدمها في غية الحمام، يعني بلاقي الغية اللي جنبي والناس اللي شرقية وغربية الحمام بيموت، وبيجي بفترات بلاقي كمية حمام كبيرة مرمية وميتة، ولكن ليه أنا حمامي بالذات مش بيموت زي باقي حمام الناس وبيفضل عايش؟ أول شيء بالاهتمام. طيب إيه هو الاهتمام وإيه هي الحاجات اللي أنا بستخدمها للحمام علشان يبيض باستمرار ويكون تحته زغليل وكمان يفضل ينتج على طول، ما يقعدش شهرين ثلاثة ويبدأ بعد كده يوقف ويرجع بعد كده يبيض تاني ويحصل معايا نظام التقطيع. اول شيء اشتركوا في القناة ولايك علشان الكل يستفيد من الفيديو اللي انا بقوله لكم. فاول شيء هنستخدم الخل، ما تستغربوش، خل التفاح مفيد جدا، هنحطه على المية علشان ما يخليش اي دهون عند الطائر. الحمام لو وزنه تقيل فبيربي دهون، والدهون دي ما بتخليش الطائر يبيض، ولما يبيض بيطلع البيض غير ملقح. فعلشان الحمام يبيض طول السنة ياريت يا جماعة ما نديش حمام اللي هو اسمه الشامي، اللي هو الشام الابيض ده بيربي دهون، وكمان نستخدم الخل التفاح علشان بيساعد على ازالة الدهون عند الحمام. وكمان الحمام لو وزنه خفيف جدا مش هيبيض. هتقولي حيرتينا معاكي يا ام الابرياء، ايوه لو وزنه خفيف جدا بيبقى عنده كششان او خسسان او هو عنده ديدان، فهنضطر ان احنا نتخلص من الديدان ببرشام بندكس. فشوفي الحمام لو تقيل يبقى عنده دهون ومش هيبيض، لو خفيف جدا فيبقى عنده ديدان ومش هيبيض، يا دهون يا اما ديدان. نتخلص من الديدان ببرشام بندكس، نتخلص من الدهون زي ما قلت لكم خل التفاح. كمان في حاجه تاني، نظافه الميه يا جماعه. ناس كتير بتسال بيض الحمام ليه بيطلع مح، يعني فاضي. الميه لو مش نظيفه وشرب منها الحمام بتخلي البيض يطلع مح، وكمان لو عدد الذكورة زائد في غية الحمام بتحصل مشاكل والبيض بيطلع فاضي. فلازم كل جوز يكون واخد بعض، يكون يعني في 10 ميتي و10 من الذكور، ما يكونش ازيد من كده علشان ما يحصلش مشاكل في غية الحمام. كمان ما يكونش في فئران او قطط او غرب او اللي اسمه غراب او اي طائر غريب عند الحمام. كمان في معلومة تاني حابة اقدمها لكم، ما ينفعش نربي انارب او بط او وز او فراخ سواء كان بيضة او بلدي او اي نوع مع الحمام. الحمام يتربى في مكان وحده سواء سايب او سواء الحمام بيفر ومطلوق، فحسب كل لهجة. احنا لما الحمام طبعا بنخليه مطلوق بنقول عليه كده بيفر في الهواء يعني وبيرجع تاني، او محبوس في سلكات، علشان الحمام ده نظيف وحساس جدا وبيتأثر. فياريت يا جماعة سواء كان مكان كبير او صغير
الحمام يكون لي مكان لوحده. كمان في معلومة حابة أقدمها لكم، الفلاجيل مفيد جدا، هنستخدمه حتى ولو مرتين في الشهر علشان ما يخليش في أي أمراض أو بكتيريا أو أي فطريات. وكمان الفلاجيل ده ممتاز جدا واتكلمتي عنه قبل كده، مش بيخلي أي طبعا أي أمراض، بيقضي على مرض السلمونيلا وبعض الإسهالات، وكمان بيساعد على القضاء على مرض الكانكر لما بيكون طبعا في بدايته. فاحنا هنستخدم الفلاجيل كوقاية للأمراض، مش هنستنى لما تجينا الأمراض ونبدأ ان احنا نعالج الحمام، لا احنا هنعالج الحمام هو وما عندهوش اي أمراض علشان يفضل الحمام عايش العمر كله ويفضل يعطينا انتاج. وكمان حابة اقولكم على معلومة مهمة جدا، مينفعش نأكل الحمام عمال على بطال ليل ونهار، نكب الغلة وطبعا هتكون خسارة كبيرة جدا. هنأكل الحمام مرة لو ما تحتهوش زغليل، مرتين لو عنده زغليل، لو لقينا الحمام خلص وأكل الزغليل كويس خلص ما نأكلش تاني، لا لسه الحمام محتاج تاني نحط له شوية. هنروح للحمام مرتين في اليوم، لو حبينا نروح مرة واحدة مفيش مانع، بس هنزود الغلة وهنزود المية للحمام، وخاصة في فصل الصيف. كمان في فصل الصيف يا جماعة هنخلي نعمل حموم للحمام يستحمى، هنجيب طبق أو بالصعيد كده قشط كبير أو متوسط، سواء ألمونيوم أو بلستيك المتوفر والموجود عندك، وتخلي الحمام يستحمى وتحط شوية خل في المية علشان ما تخليش أي حشرات. بخصوص الحشرات، بتخلي شايفين الحشرات، بتخلي الحمام يكسر البيض ويموت الزغليل، وكمان الحشرات بتقضي على الزغليل، بتلاقيها بتعمل فتحات في الحويصلة وبتلاقي الزغلول بيموت في مكانه في العش أو الكون اللي موجود فيه. فبالتالي احنا محتاجين نتخلص من الحشرات. طيب ازاي؟ كومثرين 5 من الصيدلية بشرة، هنجيبه كده وهنجيب بخاخة وهنحط فيها غطايا وهنعبيها مية، وهنبدأ ان احنا نرش المكان او نبخ الكنون او العشوش اللي موجودة. لو عاوزين المكان كله هنجيب نص جردل مية ونحط عليه 2 من الغطا ونخلي الحمام نرش المكان كله. كمان يا جماعة اللي انتوا شفتوه ده ملح، الملح مفيد جدا، ما بيخليش قشرة البيض اللي انتوا شايفينها دي تطلع رهيفة او خفيفة كده او تطلع برش. ولما بنلاقي الحمام بينقر في الحيطة فبيكون عنده نقص كالسيوم، بنلاقي الحمام بينقر في الارض بمنقاره او في الحيط، فاحنا هنعمل تحديدي. وبإذن الله أنا هنزل ليكم بفيديو قريب عن التحديقة الكاملة اللي بتخلي الحمام يبيض باستمرار، وإزاي نعمل تحديقة كاملة. وفي التحديقة دي إحنا هنحط ملح، علشان الملح ده بيعوض الأشياء اللي موجودة عند الطائر أو عند البني آدم، وبتكون مفيدة جدا، ولكن نحط باعتدال. اي شيء بنكتر منه بيكون مش مفيد، بالعكس بيكون مضر. شايفين جوز الزغليل اللي انا حطيته ده، ده ابوهم كريزلي وامهم كينج مستوى عالي، فباذن الله انا هوريكم الجوز ده هيطلع ايه شكله. فابوهم امهم كينج وابوهم كريزلي حجمه صغير، والام حجمها تبارك الله عملاق، ولكن انا حبيت اشوف السلالة هتطلع ايه، فلما يكبر انا هبدأ اصور ليكم علشان يفضل ينتج باستمرار ويعطي وزن اقل. فالكنج معروف انه بيكسر البيض، وخاصة لو مفيش متابعة ومفيش بيكون طبعا ايه سلكات، فالحمام بيحتاج عناية، ولكن مش زي الفراخ
ومش زي البط وباقي الطيور. وأحلى ميزة في الحمام إنه الحمام نظيف. لو هنتكلم عن زيادة وزن الزغاليل فأنا هقول كلفة متنوعة بالإضافة إلى علف نامي بادي أو علف بادي. علف بادي نامي كويس جدا، وياريت نجيبه الإيمان علشان كويس وما بيكونش فيه سموم كتيرة. ولكن طالما إحنا هنستخدم علف فهنستخدم فلاجيل مرة، ومرة تاني هنستخدم خل. فلو حابين ان انا اعمل لكم حلقات اتكلم عن كل حاجة لوحديها اكتبولي في التعليقات، وان شاء الله انا هفيدكم جدا. ففيديو النهاردة حابة افيدكم فيه جدا، ازاي نشتري حمام من مصدر موثوق، نبدأ بحمام ايه. فالكلام ده انا اتكلمت فيه، فهتلاقوا على القناة فيديوهات كتيرة هتفيدكم جدا، ازاي تخلي الحمام يبيض بسرعة، وازاي نستخدم بعض الاعشاب وبعض الادوية للحمام، واشياء كتيرة موجودة على القناة ان شاء الله هتفيدكم جدا. انا مستخدماها ومجربها، فانا بربي الحمام من 9 سنين. اغلب المتابعين عارفين الكلام ده، فالكلام ده انا بكرره للناس الجديدة، فاهلا بيكم. وياريت لو انتوا وصلتوا معايا لحد اللحظة دي تفرحوني باشتراك في القناة وبلايك، علشان كل 6 بيت تستفيد من المعلومات اللي انا بقولها لكم. فدي حاجات بسيطة، خل وفلاجيل وطبعا برشام بندكس للديدان، وأشياء بسيطة جدا، وخل التفاح، في حاجات بسيطة جدا، وتغسل الحلة وتنظفيها وما تخليش أي طائر غريب يدخل على الحمام علشان ما يعملش طبعا عدوى أو يجيب أي فيروس من برا. وكمان معلومة أنا قلتها في أغلب فيديوهاتي، ما ندخلش طائر غريب حمام غريب على حمامنا اللي موجود، هينقل لي العدوى ويموت الحمام ويقضي عليه كله سواء نهائي او بالتدريج، وهنبدأ نعالج ومش هنقدر نلحق. فلما احنا اصلا نهتم بالحمام من الاول علشان نعرف الحمام ده مريض ولا لا. معلش يعني في الكلام، نبص في ارضية الحمام نشوف لون الحمام البراز ايه، اخضر بني ابيض ولا سليم. طبعا انا حبيت اعمل لكم ملخص بسيط وسريع، ويا رب يكونوا استفدتوا من المعلومات اللي انا قدمتها لكم. فانا حابة تقولولي انتوا من اي بلد بتتابعوني، ولو عندكم اي سؤال اكتبولي في التعليقات عن تربية الحمام بجميع انواعه، وعن الامراض، وعن زيادة وزن الزغاليل. وحابين اني انا اعمل لكم فيديوهات عن ايه او عن انهي موضوع انتوا تختاروه، فانا هعمل ليكم ان شاء الله. فاكتبوا لي في التعليقات، وباذن الله هنزل ليكم بفيديوهات جديده، وهصور ليكم غيه الحمام كامله. ولكن انا نقلت غيه الحمام اللي انتوا شايفينها دي لمكان تاني لظروف ما، فبإذن الله أنا هبدأ أصور معاكم وهوريكم كمية الزغاليل الموجودة عندي اللي أنا طلقت الشهر ده من تحت الحمام، والحمام الجديد إن شاء الله، والمكان الجديد اللي أنا هبدأ أصور ليكم فيه. فمتابعيني مش عاوزاكم تستغربوا إنه المكان اتغير، حصل تغيير في المكان لظروف ما، فهبدأ أصور معاكم إن شاء الله، وهنبدأ نعمل عشوش وكنون للحمام علشان يبدأ يبيض فيها إن شاء الله. فإن شاء الله تابعوا قناة ريتال أم الأبرياء وهتستفادوا منها جدا إن شاء الله. ده الجزء اللي أنا قلت لكم عليه اللي هو أم كنج وأبو زي كريزلي، فشايفين المنجار بيكون شكله غريب شوية، ولسه الألوان هتبدأ تظهر. فكل ما يكبر هبدأ أصور معاكم وصل لحد إيه وإيه الألوان. الأم لونها أصفر والأب لونه أبيض.